اللاعب المحترف حسين علي سافر إلى هولندا بعد نهاية مباريات المنتخب الأولمبي وهو منزعج جدا. وأيضا علي الحماد رسميا يا شباب يعود ويكون جاهز للدور البريمير ليج طبعا حسب كلام المدرب ماكينا. وأيضا عندنا خبر استقالة راضي شناشل من منتخب الأولمبي. وأيضا عندنا عدة أمور مهمة قام بها الاتحاد العراقي لكرة القدم راح تصدمك الصراحة، لأن أكو أمور ما راح تدخل العقل وراح تزعج الكثير من الجماهير. تابع الفيديو لنا حتى توصلكم كل الأخبار أول بأول. السلام عليكم حبايب قلبان رضا حبيب، حياكم الله. اللاعب المحترف حسين علي سافر إلى هولندا بعد نهاية مباريات المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس بالفشل. طبعا يا شباب حسين ترك معسكر فريقه هيرين فينا الاستعداد للدور الهولندي الممتاز وجاء لتمثيل المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس. والصدمة يا شباب حصيلته فقط 70 دقيقة، لعب من أصل 3 مباريات بدور المجموعات اشترك فيها، وانتهت مشاركة اللاعب بمشكلة مع المدرب راضي شناشل وأيضا مع مدرب اللياقة. حسين عاد لهولندا ولديه غصة كبيرة داخل نفسه على ما حدث معه وعلى دقائق اللعب وعلى كل شيء حدث في أولمبياد باريس. طبعا ماكو شيء فاد اللاعب، بالعكس دمره اللاعب حتى ما خلوه ياخذ فرصته باللعب، بلكة الله يتوفق وتجي عروض قوية. ومثل ما تعرفون موجودين عدة كشافين تشاهد الأولمبياد، بس بالعكس شنيش الفضل لاعبين الفاشلين اللي ما حد يعرفهم يريدهم قوة يحترفون ويصيرون أفشل منتخب أولمبي مر على تاريخ العراق لاعبين وكادر تدريبي هو هذا اللي شارك بأولمبياد باريس. المهم خلونا نغلس على الموضوع يا شباب، عندنا أخبار جدا مهمة أخرى. طبعا منقول من مراسل برنامج المايسترو المدير الفني للمنتخب الأولمبي راضي شناشل قدم استقالته من تدريب المنتخب الأولمبي قبل مواجهة الأرجنتين، وتم رفضها من قبل رئيس الاتحاد الكابتن عدنان درجال، وتكرر الطلب من راضي شناشل بعد الخسارة من المغرب وكان الجواب أيضا بالرفض. وكان شناشل عازم على الاستقالة من مباراة الأرجنتين وحتى المغرب وحتى اللحظة. وبالاخير شنيشل قبل ساعات قليله قدم استقالته من تدريب منتخبنا الاولمبي. هسه راح تقولوا لي ليش درجال رفض الاستقاله؟ باي حبيبي اكو عده امور واهمها تدري درجال ايش يريد يسوي؟ طبعا راح تنصدم بس مجبور انه اوضح لك الصوره خاص ومن مصدر موثوق مو هيك. اتحاد الكره يا شباب يغض النظر عن تسميه مدرب للمنتخب الاولمبي في الوقت الحالي. طبعا هسه راح تسألوني ليش؟ باي حبيبي الجواب والصدمة بالموضوع حيث الاتحاد سيعتمد سياسة ترحيل المدربين. يعني شلون يا رضا؟ هسه راح افهمك لا تستعجل. باي حبيبي يعني راح ننتظر بعد كاس اسيا للشباب وسيكون من حيث ترحيل مدرب منتخب الشباب ليكون مدربا للمنتخب الاولمبي. حلو يا شباب؟ ومو بس هيك، وترحيل مدرب منتخب الناشئين احمد كاظم لمنتخب الشباب في حال نجاحه في كاس اسيا للناشئين. يعني نفسيتهم بس يتبدلون، ابو الناشئين يلزم الشباب وابو الشباب يلزم الناشئين وابو الاولمبي نفس الحال يا حبايب قلبي، بيناتهم يتبادلون المراكز. هسه فهمتوا يا شباب الوضعيه شلون راح تكون بهاي الكيفيه؟ انا ادري راح تنجلطون وانا مثلكم بس جدا عادي، ماكو شيء غريب بالموضوع يا شباب. اصلا جدا عادي، بعد الفضايح اللي صارت بفرنسا اصلا جدا عادي ايش راح يكون بالمستقبل، امر طبيعي تستقبلوه. خلونا نسد هذا الموضوع ايضا. وعندنا خبر مهم اخر يا شباب، ايمن حسين وابراهيم بايش يغادران بعثه المنتخب الاولمبي في مدينه نيس ويتوجهون الى مدينه الدوحه. طبعا ايمن حسين سيلتحق بفريق نادي الخور بينما لا يعرف اسباب تواجد ابراهيم بايش في الدوحه. بس مو علينا يا شباب، بعد البحث الطويل بالموضوع عرفنا لكم ابراهيم بايش ليش رايح للدوحه. ابراهيم يا شباب اصبح خارج اسوار القوة الجوية ويقترب حاليا من تمثيل احد الاندية القطرية. طبعا ما عندنا اخبار كافية حتى نزيدكم بها، بس بايش قريب جدا للاحتراف بالدوري القطري بالساعات القليلة مو الايام، بالساعات القليلة يا شباب انا راح ابين لكم الصورة. طبعا انا وصلت لي الانباء بس ما وصلت لي بالمضبوط لان ابراهيم بايش جاي يشتغل على الكابس، تمام يا شباب؟ وايضا عندنا تصريح خيسوس كاساس، خبر مهم يا شباب الكل منتظرته من كاساس. خيسوس كاساس في تصريحات صحفي المساعد الجديد للمنتخب العراقي سيكون اسباني الجنسيه وكنا نعمل معا في نادي برشلونه. شلون هذا الخبر يا شباب؟ الا بتشيس بعد ما حد منزله. المهم يا شباب بعد توقيع غرناندو نادي الميناء واصبح مدربا للنادي، التجأ كاساس لإضافة اسم جديد بالكادر التدريبي اسباني الجنسية مثل ما سمعت تصريح كاساس قبل قليل.
طبعا خبر حلو يا شباب. واضاف كاساس ايضا تلقيت بالفعل عروض من الدوري الاسباني بالفتره الاخيره ولكني ملزم بعقد مع العراقي الان. يعني ان شاء الله كل الامور محسومه لتمديد عقد كاساس، وصارت اكثر من اجتماعات لانهاء والاتفاق على عقد ومبلغ معين. ان شاء الله كل الامور تتم بالنجاح. وايضا علي الحمادي يا شباب بشكل رسمي اصبح جاهزا للدور البريمير ليج، طبعا على كلام المدرب ماكينة انا اتكلم. اسمع يا حبيبي، مدرب فريق إبسويتش تاون الانجليزي كيران ماكينة يؤكد جاهزية علي الحمادي للموسم المقبل من الدور الانجليزي الممتاز البريمير ليج. اي ما قلت لي يا شباب جاهزين لمتابعة الدور الانجليزي وبالتحديد علي الحمادي؟ ترى ما ظلت ايام هواي، خلونا نشجعه وندعمه بحساباته ومنشورات حتى يقدم لنا شيء يرفع اسم العراق عاليا بالدوري البريمير ليج الانجليزي. طبعا بالتوفيق حبيبي علاء، ويا رب موسم مليء بالانجازات. طبعا يا شباب لهنا ننهي جميع اخبارنا المهمه لهذا الفيديو. اتمنى اذا اول مره تشوفني تشترك بالقناه وتدعمني باللايك تجعلني نستمر اكثر واكثر. اشوفكم في فيديو خبر جديد، مع السلامه.